ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية السيد الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته، فلتتفضل دولتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة، السادة الوزراء الضيوف، السيدات والسادة أعضاء الوفد الطاجيكي، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارتكم الثانية الرسمية إلى جمهورية مصر العربية التي تقدر كثيرا مدى اهتمام بلدكم الصديق بالعلاقات مع مصر، الأمر الذي عكسه افتتاحكم لسفارة طاجكستان في القاهرة عام 2007 لتكون بذلك أول سفارة لجمهورية طاجكستان في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا. وأود أن أعرب عن تمنياتي لسيادتكم بإقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا. وإنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الطاجيكي في حضور فخامة رئيس جمهورية طاجكستان، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لتأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المختلفة، بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، إن من أهداف انعقاد هذا المنتدى هو خلق محفل يجمع القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين لاستشراف مجالات جديدة للتعاون بينهما ولتشجيع التبادل التجاري والاستثماري ورفع مستواهما إلى الحد الذي يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة ويعبر عما يمتلكانه من إمكانيات وموارد اقتصادية هائلة. انطلاقا من قناعتنا بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين يجب أن تقوم على اطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والطاجيكية بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال استثمار الإمكانيات والموارد الطبيعية في البلدين في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز التنمية وتوفر فرص عمل للشباب. لقد اتخذت مصر خطوات عديدة على طريق إزالة أي معوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت ممكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقا للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر. لذا فإننا ندعوكم للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في العديد من المجالات والمناطق على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وسائر مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية. فخامة الرئيس، أود في هذا الصدد أيضا أن أعبر عن تقدير مصر العميق لمبادرات فخامتكم على المستوى الدولي، والتي كان من أهمها المبادرة الخاصة بالعقد الدولي للمياه تحت عنوان المياه للتنمية المستدامة 2018-2028، والتي تبنتها الأمم المتحدة لتكون بمثابة منهاج دوليا للتعامل مع قضايا المياه وترشيد استهلاكها بالشكل الذي يجنب العالم حدوث أزمات ونزاعات على المياه ومصادرها، ذلك فضلا عن مبادرتكم المحلية القيمة لنشر تعاليم الإسلام الوسطي الحنيف ونبذ التطرف والمغالاة. وختاما أكرر ترحيبنا بزيارتكم المهمة لبلدنا، وأؤكد على اعتزامنا العمل مع بلدكم العزيز على استثمار علاقاتنا الطيبة وميراثنا التاريخي العريق في تعزيز علاقات بلدينا الصديقين بما يعود بالنفع والفائدة على شعبينا، أملا أن يكون المنتدى نقطة انطلاق لتعاون مثمر بين القطاع الخاص
الذي يتشارك في المسؤولية مع الحكومتين في تحقيق أهداف التنمية وتعظيم فوائدها وثمارها. وشكرا لكم جميعا.